عندي 30 عام، كنت عايش فوق السلك وما خصني حتى خير، صالير كافيني، جمعت وشريت طوموبيل وقررت حتى انا نسر راسي ونتزوج. ضرني يجيبي في العرس، ولكن ماشي مشكل، مره في العمر اللي ما كانش في راسي هو انه غادي نتكشر. يلاه قلنا بسم الله جاب الله الوليد، كيقولوا كيجيو برزقهم، ومكتب الله ما عندنا ما ندير. كثروا عليا المصاريف، تقهرت، الصالير كيدوز وما كيوقفش، الولاد عندي ولوديني محل بيار كشطوني، واللي زاد كمل عليا هي المدام، قالت لي باغا تعاود العرس حيت كشيطه اللي كانت لابسه فاتحه بنت الشفناج احسن من ديالها، وليت كنحلم بالنقافه. وهذيك التقردينه اللي غادي نتقردن بدوك لي بوز. من نهار عرفوا ولادي الكود ديال لاكارد كيشي، وانا كتبقى عندي 6 دراهم وهاد البركه باش غادي نخلصك. اسمح لي. الو الو شيري، صافا؟ واش لي عفاك ديك لاكارد كيشي؟ غندوزو راها مع الجوج. بيزو. ايوا هادي هي الحياه، ما عندك ما دير، الصبر المهم هو الصحه. الله على راح تخلعت، حفظ الله عندي كاش بلوس، درت 4 ديال لي كارت كنحط فيهم شحال من ما بغيت ديال الفلوس غير من لابليكاسيون، عطيت لاكارت للمدام والوليدات وبردوا عليا ودنيا.